وصلنا لفقرتنا الأخيرة، فقرة كتير مهمة، نسمع نصائح بتخص العيون ومشاكل العيون. ولكن اليوم موضوعنا رح نحكي عن كتير ما بيختلط الأمر على الأشخاص بين مرض المياه البيضاء والمياه الزرقاء يلي بتصيب العين، وقد يعتقد البعض أنه هنن نفس الشيء ونفس الأعراض ونفس المشكلة ونفس العلاج. وعدم الاهتمام بعلاج أو أي علاج قد يسبب مضاعفات خطيرة. رح نحكي أكثر ونوضح شو الفرق بين المي البيضاء والمي الزرقاء مع الدكتور باسل فاعوري، اختصاصي بأمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور. يا صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف شو هي المي البيضاء وشو هي المي الزرقاء بالعين. تمام. المي البيضاء حقيقة مرض بيصيب بلورة العين. تمام. بلورة العين موجودة عند كل إنسان بشكل شفاف، وهي اللي مسؤولة عن عملية الفوكس لأنه تجمع الأشعة الضوئية على شبكية العين. بيطرأ عليها بعض التبدلات أحياناً، بتفقد شفافيتها وبالتالي بتتأذى الرؤية. لما بتفقد شفافيتها بلورة العين بنقول إنه انصابت بالمي البيضاء، واللي اسمها باللغة العربية الفصحى الساد، وباللغة الإنجليزية اسمها الكاتاراكت. بينما المي الزرقاء والبعض بيطلق عليها المي السوداء هو مرض العصب البصري حقيقة. بينجم عن ارتفاع ضغط العين عن حد بصير مؤذي بالنسبة للعصب البصري. بصير في عنا تلف تدريجي بألياف العصب البصري بيأثر على الساحة البصرية، وبالتالي تفقد الرؤية تدريجيا بمرض المي الزرقاء أو المي السوداء. المي البيضاء أو الكاتاراكت اللي حكينا عنها أول شيء بتصيب بلورة العين هو مرض عكوس، بمعنى إذا أصيبت البلورة ممكن علاجه، وبعد العلاج بيستعيد المريض الرؤية. بينما للأسف المي الزرقاء أو المي السوداء بتصيب العصب البصري. طبعا. ولما بيتلف العصب البصري العصب لا يتجدد، للأسف ما بيكون عنا قدرة على إعادة الرؤية، لكن بيكون دورنا بالعلاج هو الحفاظ على القسم المتبقي من الرؤية لمنع وصول المريض لمرحلة العمى لا سمح الله. تمام دكتور، خلينا نحكي بأي عمر ممكن يصير في مشاكل المي الزرقاء أو المي البيضاء، بأي عمر أكثر شيء، ومين هن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة؟ تمام، خلينا نبلش بالمي البيضاء. أوكي. المي البيضاء بشكل عام هي مرض المتقدمين بالعمر، يعني هو مرض بصيب كل الناس نتيجة التقدم بالعمر. كل ما تقدم الإنسان بالعمر أكثر بصير احتمال إصابة البلورة بالمي البيضاء أو الساد أكبر. طبعا. هذا بنسميه الساد أو المي البيضاء المتعلقة بالعمر. فكل إنسان بمرحلة من المراحل بالعمر، بعمر 60، 70، 80 سيصاب بالماء الأبيض، هو شيء نسميه الإيجينج أو الشيخوخة اللي بتصيب البلورة. لكن ممكن تصيب الأعمار الأصغر لكن بظروف خاصة، يعني نتيجة مثلا التعرض لردود العين ممكن يصير عندنا مي بيضاء بعمر مبكر. استخدام بعض الأدوية بأعمار مبكرة قد يحرض على حدوث الماء الأبيض. احيانا عمليات جراحيه نجريها على العين لاسباب اخرى قد تسبب حدوث الماء الابيض. استخدام بعض الادويه المزمنه عند بعض المرضى اللي مثلا عندهم فرضا مرضى الربو بيستخدموا الكورتيزون لفترات طويله من عمرهم، هذول ممكن يصيبهم المي البيضاء باعمار مبكره. احيانا قد يكون المرض خلقي، يعني بيخلق الطفل وعنده مرض المي البيضاء او الكاتاركت لأسباب وراثية أو جينية. ممكن يتعالج بسبب حدوثها كلهم قابلين للعلاج. طبعاً. طبعا العلاج يختلف بين مرحلة ومرحلة. أكيد. خلينا نحكي كيف ممكن الشخص يعرف أنه هو مصاب بالمي البيضاء أو المي الزرقاء، وإذا عرف حاله أنه هو انصاب وترك حاله، خلينا نحكي عن التأثيرات السلبية أنه ترك حاله لوقت ما تعالج عن الطبيب. طيب هلأ لسانا عم نحكي عن المي البيضاء. تمام. الحقيقة المي البيضاء اللي بيدركها المريض مبكرا لأنه تمام. بتتشوش الرؤية عنده، يعني المريض بحس أنه رؤيته حدة الإبصار عنده عم تتراجع. تمام. هذا بيكون معناته بلشت تتشكل عنده المي البيضاء، يوم عن يوم بيلاقي النظر وعم يتراجع. بيراجع طبيب العيون بيكتشف المرض بكل سهولة، عكس المي الزرقاء أو المي السوداء. المي الزرقاء أو المي السوداء حقيقة مشكلتها أنها مرض صامت، المريض ما بحس عليه بالمراحل الأولى وقد لا ينتبه له إلا بالمراحل المتأخرة، فلذلك يطلق عليه اسم لص البصر الصامت. تمام. المراجعة الدورية لمرضى الماء الأزرق أو الفحص المبكر هو اللي بخلينا نكشف هذا المرض بالمراحل المبكرة وعلاجه قبل أن يستفحل ويصل إلى مراحل متطورة. تمام.
طبعا موضوع التأخر بالعلاج هل بيأثر أو ما بيأثر؟ حنحاول نبسط بين الفكرتين. بالماء الأبيض المي البيضة بتتشكل بثلاث درجات، خفيفة متوسطة شديدة. بأي مرحلة من هالمراحل ممكن نعالج الماء الأبيض حسب تمام. تأثيره على رؤية الإنسان. فإذا تأخر العلاج شوي ما في مشكلة، لأنه بمجرد ما شلنا الكتركت من العين وزرعنا عدسة الإنسان بيستعيد رؤية إن شاء الله. لكن بالماء الأزرق مثل ما حكينا هو مرض غير عكوس، كل ما اكتشفناه مبكرا وعالجناه مبكرا كل ما كانت النتائج أفضل والرؤية اللي حافظنا عليها عند المريض لفترة أطول أفضل. تمام. بالنسبة للمياه الزرقاء خلينا نحكي عنها أكثر، طيب بأي عمر بيصاب فيها المريض؟ صحيح، المياه الزرقاء أو الجلوكوما أو اللي هي ارتفاع ضغط العين أو الماء الأسود كمان بيتسمى ببعض الأماكن أو بعض المناطق، كمان له علاقة بالعمر. يعني كمان كل ما تقدم الإنسان بالعمر بصير في احتمال إصابته أكثر. لكن في عوامل مؤهبة، يعني في نسميها عوامل خطورة، في فئة من الناس عندهم احتمال إصابتهم بهذا المرض أكثر من غيرهم. تمام. مين هن هدول المرضى؟ اللي في قصة عائلية بالموضوع، يعني إذا وراثة. في عند الأب أو الأم أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية إصابة بالماء الأزرق أو الجلوكوما، هدول المرضى لازم ينفحصوا بشكل دائما تمام. مبكر. المرضى اللي بياخذوا بعض الأدوية الموضعية، يعني بعض القطرات الموضعية قد تكون محرض على إصابة تمام. العين بالجلوكوما، فيجب الانتباه. أحيانا بعض المرضى بياخذوا أدوية بدون استشارة الطبيب ولفترات طويلة، وهي الأدوية بتسبب لهم مرض ارتفاع ضغط العين اللي هو الماء الأزرق وبتأذي لهم عصب العين. أيضا مثل ما حكينا من شوي، الردود قد تلعب دور بالموضوع. العمليات الجراحية قد تسبب حدوث زرق أو ارتفاع ضغط عين ثانوي عند هؤلاء المرضى. أكيد. خلينا لكن هلا دكتور نحكي عن العلاجات ونسبة نجاح العمل الجراحي بالمي البيضاء والمي الزرقاء، شو هي بتكون؟ تمام. بالنسبة للمي البيضاء العلاج هو جراحي فقط إلى تمام. الآن. إذا أصيبت البلورة بالعتامة لا يمكن عكس هذه الحالة دوائيا، فالعلاج فقط جراحي. الجراحة الحمد لله أصبحت الآن بتقنيات عالية بأجهزة الفيكو اللي بتخلينا نجري الجراحة بجرح كتير صغير 2 مليمتر تقريبا، وما نحتاج نحط لا قطب ولا خياطة بالعين. وعن طريق هاي العملية نستحلب النواة المصابة بالعتامة أو بالكتركت، وبنزرع عدسة داخل العين مكانها لتقوم بوظيفتها، والمريض بيستعيد الرؤية بشكل جيد بعد العملية. إذا ما في أمراض أخرى مرافقة، يعني شبكية المريض سليمة، عصب العين عنده سليم، بيستعيد الرؤية بنسبة 100% إن شاء الله. إلا إذا في عنا مشكلة أخرى مرافقة، فهون بصير التحسن بالرؤية نسبي. بالنسبة للماء الأزرق أو الجلوكوما، في ثلاث أنواع من المعالجات. في معالجة دوائية بالقطرات العينية، وفي معالجة ليزرية، وفي معالجة جراحية. العلاجات الثلاثة هدفهم تنزيل ضغط العين للحد الطبيعي، لأنه ضغط العين هو المسؤول عن تلف العصب البصري بهذا المرض. فكيف بدنا ننزل ضغط العين؟ بالمراحل الأولى والمتوسطة بتكون القطرات كافية عادة، ممكن نستخدم قطرة أو قطرتين حسب الحاجة لتنزيل ضغط العين للحدود الطبيعية. في علاجات ليزرية بتساعدنا على تخفيض ضغط العين مثل الـ SLT، الـ ALT، الـ TLT، كلهم هدول بيساعدونا على أنه ننزل ضغط العين عند فئة معينة من هؤلاء المرضى. أيضا بشكل أو بآخر بتساعدنا على تخفيض ضغط العين. اللجوء للعمليات الجراحية له بعض الحالات مثل الأطفال الصغار اللي عندهم الزرق الخلقي أو تمام. الجلوكوما الخلقية، هؤلاء إجباري لازم نعمل عمليات جراحية. نسبة النجاح كيف عم تكون دكتور؟ بضبط العين ممكن نضبطه بشكل جيد إذا تمام. المريض كان متعاون معنا على القطرات الدوائية وانضبط ضغط العين، بنكون نحن ناجحين بمنع تدهور المرض عند هالمريض. تمام. إذا ما قدرنا بالقطرات العينية إنه نضبط ضغط العين، ساعتها بدنا نلجأ يا إما للليزر أو للجراحة لنضبط ضغط العين. طالما ضغط العين مضبوط وصلنا لشيء بنسميه ضغط الهدف، ما يتجاوز حد معين، بنكون وقفنا المرض عن حده، وهون نحن بنعتبر حالنا نجحنا بضبط هذا المرض. مثل ما تمام. حكينا نحن للأسف هون في عنا إصابة بالعصب البصري، الجزء التالف لا يمكن تجديده، لكن نحن بنحافظ على الجزء المتبقي. هدفنا بالمعالجة الحفاظ على الجزء المتبقي من العصب البصري، التعاون ما بين المريض والطبيب باختيار العلاج المناسب والالتزام بالعلاج أكيد بيساعدنا على أنه نحافظ على البصر عند المريض لأطول فترة ممكنة. تمام. دكتور سؤال، في مثلا كثير من الأشخاص بيعملوا ليزك، وفي تقنيات كثيرة للعيون وللشفاء من أي نقص أو أي انحراف أو أي زيادة بالنظر، هذا الشيء ممكن لبعدين يأثر بشكل رد فعل عكسي
او يعمل اي نوع من المياه، ان كانت زرقاء او ان كانت بيضاء على العين. الحقيقه عمليات تصحيح البصر بالاكزايمر ليزر مثل ما ذكرتي، سواء الليزك او البي ار كي او السمايل تكنيك الحديثه اللي عم يتبع، هي لتصحيح اسواء الانكسار. يعني شخص عم يلبس نظاره، مو حابب يلبس نظاره، بنعمل له العمليه. هي العمليه تجرى على قرنيه العين حقيقه، بشكل مباشر لا تؤثر لا على المي البيضاء ولا على المي الزرقاء، لا بعدين ولا بتاثر حتى بعدين على المي البيضاء والمي الزرقاء ما بتاثر. لكن هؤلاء المرضى بس بنحط يعني ملاحظه صغيره عندهم، انه هن قرنيه العين عندهم ارق بتصير بعد هي العمليات. فلذلك لما بنفحصهم بالمستقبل لازم ننتبه لضغط العين عندهم ونعمل له تعديل بسيط. يعني لازم المريض ينبه الطبيب انه يا دكتور انا بزماني عامل ليزك او عامل تصحيح بصر، مشان الطبيب العيون ينتبه على انه هذا المريض قرنيه عينه ارق، وبالتالي قياس العين يجب انه نعمل له تعديل بسيط لحتى نعرف الضغط الحقيقي عند هذا المريض. دكتور، بنسمع عن عمليات الليزر والليزك، خلينا نحكي انه هو انه ما بيصلح الحول بالعيون، شو رايك انت بهالموضوع او الانحراف كمان بشكل عام، ولا هو بيصلح ولا بس لضعف النظر؟ لا، هو لضعف النظر حقيقه. تمام. الحول او الاسترابيزموس، يعني انه في عنا انحراف في محاور العين عن بعضهم، عاده تصليحهم يا اما بالنظاره اذا كان في عنا مد بصر خاصه عند الاطفال. تمام. أو بالجراحة بالتداخل على العضلات العين لحتى نرجع التوازن لحركات العين ويكونوا محورين العينتين متناسقين. طبعا. مع بعضهم. أما عمليات تصحيح البصر لا، هي عمليات لأنه نحسن الرؤية للأشخاص اللي عندهم أسوأ انكسار. طبعا. مد بصر أو حسر بصر أو استجماتزم اللي نحن بنسميه الانحراف. هؤلاء الأشخاص ممكن نعملهم مثل ما حكينا تصحيح بصر أو جراحة انكسارية ليتخلصوا من النظارة اللي عندهم، لكن ما بتغني عن جراحة الحول لو احتاجنا. مزبوط. دكتور شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمة، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا دكتور، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. تشرفنا.